الأولى مباشرة إلى تشكيلتين قبل انطلاق هذه المباراة. تذكر بالتشكيلة الاحتياطية بطبيعة الحال بالنسبة للفريقين في مباراة هامة. أذكر على الصورة المستقبل الرياضي بالقصرين حتى لا تختلط إنسانية كريمة من هيئة مستقبل القصرين. مثل ما ذكرنا وبنقطة ثمينة من ملعب الزويتن ضد الملعب التونسي 0-0 وانطلاق المباراة بصفيرة الحكم السادر وهزيمة. وبطبيعة الحال ديربي الأجوار ديربي الوسط الحضور 1200 متفرج هنا في ملعب القصرين وحضور جماهيري محترم العدد هنا. تخرج تماس للأولمبيك سيدي بوزيد طويلة في منطقة الوسط بالرأس في مرة ثانية من منظر الجيبسي وراء لكن مقطع التمرير الأخيرة ترجع الحمدي المسلمي ثم محاولة المرور من جانب الأولمبيك. ضربة ملعب 15 أكتوبر ضد الملعب التونسي بهدف مقابل صفر. واتحاد بن قردان انهزم ضد الترجي التونسي بثنائيه نظيفه. المباراه تم تاجيلها الى موعد لاحق في شهر اكتوبر القادم بالتحديد يوم. على كل رهانات مباراه تبشر بكل خير، مباراه يعني ننتظر منها الكثير لانه ديربي واعد. في حوار الاجوار ترجع كره مخالفه من جانب محمود الدريدي طويله مرفوعه بالراس والارتماء تونس بالتحديد في الدور التمهيدي الثالث. تابعوا المخالفة قبل أو التدخل الأخير والمحاولة الأولمبيك سيدي بوزيد تقطع من جانب محمود الدريدي. محمود الدريدي التغطية هذه عادة للكرة الأخيرة والتدخل مبكر كاميرا في مناسبتين ومروان التوزري في مناسبتين ورباعية أولمبيك سيدي بوزيد سجلها لسعد الشعباني صبرة ترابلسي حمود المعمري ولسعد الشعباني مرة أخرى يعني ثنائية أربعة في لقاء العودة يعني على بنك البدلاء. هذه الكرة كما قلنا وهذه من العاصمة أمام الملعب التونسي. هذه كرة مرفوعة بالرأس وجانبية من رقابة في العملية الأخيرة بالرأس مرت جانبية عديدة تغيب في انتظار اكتمال النصاب كما قلنا لأنه القزاوي يرجع في هذه المباراة. تنفيذ بين سفيان القصايري وأيضا محمود الدريدي بشكون محمود الدريدي برجلة اليمنى مرفوعة في منطقة الجزاء بالرأس وعلي العياري مرة أخرى دخلت كرة له على الخط النهائي الاسم في الارتماء الأخيرة من شهاب بن فرج. علي العياري موجود لكن اللقطة الثانية من شهاب بن فرج زايدة تدخل على حارس الأولمبيك اللي كان متفطن في اقتناص الكرة باش ترجع في انتظار السعادة على الجهة اليمنى وإلى البحري طويلة مروان تريتر وإلى البحري جزاء بالرأس من شهاب بن فرج طويلة في اتجاه محمود الدريدي. الدريدي وصل لمروان تريتر وهجوم سريع.